حدادا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني وشهدائنا من حرب أكتوبر، وقف المشاركون في الندوة التي تم تنظيمها تحت شعار دور القوات المسلحة في الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، والتي ندد خلالها الطلاب بهذا العدوان الغاشم. مصر حليف الجند المصري اللي هو اختلف بقى من 67 عن 73. هم هزمونا في 67 في 6 ايام، احنا هزمناهم في 73 في 6 ساعات. 6 ساعات كنا مستولين على النقط القوية اللي موجودة كلها، 31 نقطة قوية رفعنا عليها العالم المصري، وانزلنا الاعلام الاسرائيلية ترفع العالم المصري على 31 نقطة قوية في 6 ساعات. ده إعجاز، شيء عظيم ان احنا نوصل لغاية مدارس الثانوي والاعدادي انها نشرح عندهم الكلام ده، لان هم المستهدفين دلوقتي. اقول لهم اسمعوا وفكروا في اللي انت تسمعوه، عشان تطلع من صغرك بتفكر هل الكلام ده قبله ولا ما قبلوش. لما لقيته له موجود على الواقع وجاب نتائج وانا عايش في النتائج دي، ابقى مقتنع بيه وابقى فخور بيه، لان لازم انت تفخر باهلك الكبار اللي هم عملوا هذا النصر العظيم. بناء الوعي لدى الاجيال الحاليه بنصر اكتوبر وترسيخ مفهوم الوطنيه والانتماء وحب الوطن هو ما اكد عليه القائمون على الندوه، والتي تم خلالها عرض فيلما تسجيليا حول انتصار اكتوبر، اضافه الى مجموعه من الاغاني الوطنيه. نعلم ابنائنا حب الوطن، وانا بعمل لهم فعلا حتى غير الندوات دورات كتيره في اكاديميه ناصر لدعمهم وتعليمهم ان هم كمعلمين وطلبه كمان ان هم الانتماء لبلدهم. بلدنا مصر عظيمه، فلازم يحسوا ان هم في انتماء للبلد. دي توعية ومهمة جدا للشباب اللي طالع، وحتى الأولاد الصغيرين والمدرسين وكل اللي ما حضرش التوقيت بتاع الحرب. الحقيقة دي بتنمي روح المواطنة والحفاظ على الوطن. شيء مشرف وشيء جميل. احنا بنعرف أطفالنا دول الأبطال والوحوش اللي هم كانوا في 6 أكتوبر. حاجة عظيمة وحاجة تشرف جدا. أنا إحساسي بأن أنا فخورة جدا ببلدي، وفخورة قوي بالمصر اللي عملته، وبالجيش اللي حقق نصر كبير جدا وحمانا من عدو رهيب كان ممكن أن هو يجي يأثر علينا جدا وفعل الجيل بتاعنا. كان انتصار من أعظم الانتصارات لمصر ومن أصعب الهزائم على إسرائيل، وقدرنا فيه ان احنا نحقق المستحيل وهو تحطيم خط بارليف. وباعتباره جسرا من التواصل بين الاجيال المختلفه بدءا من جيل اكتوبر حيث الحرب والنصر، الى جيل من الشباب الحالي ليتعرف عن قرب عن انتصارات اكتوبر العظيمه، ليصبح قادرا على البناء والتنميه بالجمهوريه الجديده.